السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي من قناة شروحات الآيفون. اليوم بوريكم طريقة تحميل الفي شير، الطريقة الجديدة. أول كان من الآيفون مباشرة أو الآيباد أو الآيبود مباشرة من الموقع. الآن بعد ما قفلت أبل الثغرات، صار الطريقة الوحيدة أنك تقدر تنزل من خلالها برنامج الفي شير، اللي هو يحمل لك التطبيقات اللي هي المدفوعة والمجانية والتطبيقات المحذوفة من الأب ستور عن طريق الكمبيوتر. طبعا يقبل فقط لغير كمبيوتر بنظام ويندوز، ما يقبل بكمبيوتر بنظام ماك. الطريقة جدا سهلة وبسيطة، بحط لكم رابط الفي شير أسفل مقطع الشرح باليوتيوب. كل ما عليك بتضغط على الرابط وبيجيك هذه الصفحة، بعدها بتضغط على كلمة داونلود، هذه اللي موجودة هنا، اللي هي فوقها بيكون ويندوز وآيفون وآيباد وآيبود تاتش. طبعا بالنسبة للمستخدمين أجهزة الأندرويد، مباشرة من خلال جهاز الأندرويد بيضغط داونلود وبيكمل عادي جدا. لكن لو انت حابب تنزل للايفون والايباد والايبود، تضغط على كلمة داونلود وبيجيك تحميل وبنحمل عادي جدا. الان بيحمل معانا، واصل 22%. حوقف التسجيل، بعد ما يكتمل التحميل بوريكم خطوات التثبيت خطوة خطوة. بعد ما اكتمل معانا التحميل بيجيك هذه الصفحة، بتضغط على One Key Installation. الآن نتركه ما نسوي ولا شيء لين ما يكتمل 100%. الآن خلص، بيقول لك جربه الآن. طيب بعد ما حملنا البرنامج من الموقع وثبتناه بالطريقة اللي شرحتها، الآن كل اللي تبقى عليك إنك تشبك جوالك باليو اس بي على الكمبيوتر. الآن بمشي معاكم خطوة خطوة طريقة تثبيت الفي شير وأي تطبيق من خلال الكمبيوتر. طبعا ما عاد في زي أول، يعني لازم عن طريق الكمبيوتر لأنه أبل قفلتها. أشبك جهازك عادي جدا باليو اس بي، بتطلع لك هذه الرسالة، بتضغط على تراست، تابعة، وننزل الايتونز على تحت. الآن أتعرف الفي شير على جوالك، وهو جالس الآن يثبت تطبيق الفي شير. الآن لاحظ معايا هنا على الجوال حينزل برنامج الفي شير. لما يكتمل الخط والمية في المية هتلاقي الفي شير هنا نازل. في كل مرة انت تحتاج انك تثبت اي تطبيق او لعبة تحملهم هيكون عن طريق الكمبيوتر، ما عاد في زي اول انك عن طريق في شير نفسه اللي بالجوال تنزله. طيب الان اكتمل، نضغط اوكي. طيب بعد ما اكتمل، لو ما جاك هنا زي الحين ما جاء، نضغط على انستول في شير. الآن شوفوا جاك الفي شير على الجوال. طيب لو شغلنا هنسوي سكيب، حيطلع لك بهذه الطريقة. الآن لو جيت تحمل أي لعبة
هتلاحظ هنا مكتوب جيت يعني تحميل، بس هنا مكتوب اب ستور، يعني لو ضغطنا على السهم هذا اللي تحت هيحولنا لمتجر الاب ستور. طيب احنا ما نبغى نحملها من متجر الاب ستور، احنا نبغى نحملها عن طريق الفي شير. ايش الطريقة؟ الطريقة لسه جهازك مشبوك على الكمبيوتر، بتروح هنا للابس، هتختار اللعبة او التطبيق اللي انت تبغاه، وهتضغط على كلمة داونلود. مثلا نختار حاجة حجمها خفيف، نضغط على هذا، نضغط كلمة داونلود. الآن لاحظ معايا هو جالس يحمل الميني كرافت، أنا حملتها من أول. طبعا هنا التقسيمات مكتوب جيمز يعني ألعاب وتطبيقات، لو تبغى تشوف اللي أنت حملته هذا هو جالس يتحمل البرنامج، وأنا حملت من أول الميني كرافت. لو أنت حابب تثبت لاحظ معايا هنا على الجوال، هنضغط كلمة انستول، الآن جالس يثبت اللعبة على الجوال. شوف لاحظ هنا انستول، الآن بيحملها على الجوال. في كل مرة انت حابب تحمل لعبة او تطبيق من الفي شير هتسوي نفس العملية، هتدخل على البرنامج تبع الفي شير على الكمبيوتر، تشبك جوالك على الكمبيوتر وتحمل اللعبة او التطبيق، وبعدها تثبت بهذه الطريقة. الان لاحظ معايا الفي شير نزلت عادي، نشغلها. هتلاقيه جايب لك هذه الرسالة، تسوي كانسل. بعدها اضغط الاكس وخلاص اللعبة اشتغلت عادي جدا زي ما انتو شايفين قدامكم. طيب نشوف اللي لسه جالس يتحمل داونلودينج. يا حتكون تثبيتها بنفس الطريقة اللي وريتكم هي للميني كرافت، يعني يصير وريتكم التحميل والتثبيت. صار عندك الفي شير هنا على الجوال، واللعبة هنا جاهزة ما تحتاج أي شيء، حملناها بكل سهولة. نفس الطريقة لبقية البرامج، نقي البرامج اللي تعجبك، تقدر تحمل كل شيء وتسوي لها تحديث عادي. طبعا التحديث بتروح لديفايس اللي هو الجهاز، بتلاقي هنا ابديت طالع لك ارقام التطبيقات اللي يبغى لها تحديث، تأشر عليها بهذه الطريقة وتضغط على كلمة ابديت، هو بيحدثها مباشرة. طبعا هذه عدد التطبيقات اللي مثبتة على الجهاز، هذه عدد الفيديوهات، هذه عدد الصوتيات اللي عندي على الجهاز. طبعا برنامج الفي شير جدا فيه اشياء كثير، بس أنا حبيت أوريكم بس طريقة تثبيت التطبيقات. طيب الآن قرب يخلص، على فكرة أنا شرحت لكم التطبيق بس تبع الفي شير لأنه الكثير جدا طلبني، لكن أنا ما أنصح بتحميل أي تطبيق من خارج متجر الآب ستور، يعني لأي سبب إن كان. التطبيق لما أنت تشتريه بفلوسك بيجلس طول حياته مجاني بحسابك، تقدر تحصل على تحديثات بدون تعب وبدون كمبيوتر وبدون أي شيء، تقدر تحمله على أي جهاز من أجهزتك. لكن هو مفيد نوعا ما، تطبيق الفي شير لحالة واحدة، لو في تطبيق أو لعبة سعرها غالي شوية أو حتى لو سعرها رخيص
وانت خايف تشتريها تطلع مثلا ما هو مفيد ولا شيء، تقدر تحمل التطبيق تجربه، لو كويس يصير تحذفه وتحمله بطريقة رسمية من متجر الاب ستور وتثبته بفلوسك. الآن خلص التحميل، نروح على كلمة completed ومباشرة بعد التحميل شوف البرنامج اثبت عادي جدا على الجوال. الآن نجرب البرنامج، شغال عادي جدا، وهذا على فكرة من أفضل التطبيقات لتنظيف الوجه والبشرة وغيره. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة. رابط تحميل الفي شير حيكون أسفل مكتوب.